بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة الكريمة المباركة ليلة الجمعة ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 68 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس 9 من شهر شوال 45 و400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، مستكثرين في ليلتنا الكريمة هذه من صلاتنا وسلامنا على نبينا وشفيعنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجين أن نصيب بكثرة الصلاة والسلام عليه من الخيرات والبركات والأجور والحسنات ما يرجوه كل مسلم، والوعد الحق بين يديه، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فيا رب صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. صلى عليه الله ما قلب هفا لله ما بين المقام وزمزما، طوبى لعبد قلبه ولسانه عند الصلاة على النبي ترنما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقف بنا الحديث في آخر مجلس في شهر رمضان المبارك في ذكر المصنف رحمه الله لتتابع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الصلاة، ووصلنا يا كرام إلى الجلوس للتشهد، ومضى ذكر صيغ التشهد المأثورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بألفاظ متعددة ثبتت بها السنة في روايات مختلفة. ولأن الجلوس جلوس التشهد، ولأن الجلوس جلوس التشهد ثم يليه القيام إلى ما بعد، فصل هذا المجلس الليلة إن شاء الله تعالى في ذكر المصنف رحمه الله لصفة الجلوس للتشهد، وهي جلسة التورك التي تقدم ذكرها فيما مضى، فأعاد المصنف ذكرها بشيء من البسط فيما يتعلق بالهيئات والصفات الثابتة لجلسة التورك التي يجلسها المصلي في آخر جلسات صلاته قبل الانصراف منها، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، مستكثرين في مجلسنا من صلاتنا وسلامنا على الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأخير جلس متوركا، فكان يفضي بوركه إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة. نعم، تقدم أيها الكرام أن جلسات الصلاة إما أن تكون جلسة بين السجدتين، أو تكون جلسة للتشهد الأول، أو تكون جلسة للتشهد الأخير. هذه ثلاث جلسات يجلسها المصلي في صلاته، في كل ركعة له جلوس بين السجدتين، وفي الركعة الثانية له جلوس للتشهد. فإن كانت صلاة ثنائية كالفجر أو السنن الرواتب، كانت الجلسة في الركعة الثانية هي الجلسة الأخيرة، وإن كانت ثلاثية أو رباعية كالمغرب والظهر والعصر والعشاء، كانت الجلسة في الركعة الثانية جلسة التشهد الأول، ثم يقوم بعدها إلى الثالثة والرابعة،
ثم إذا جلس في الركعة الأخيرة من الثلاثية والرباعية كانت جلسة التشهد الأخير. هذه الجلسات ثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام نوعان من الجلسات تقدم ذكرهما: الافتراش والتورك. والمقصود بالافتراش أن يفرش رجله اليسرى فيجلس عليها وينصب قدمه اليمنى ويجعل أصابعه مثنية لما جاء في الحديث فتخ أصابعه، أي ألانها وأرخاها، فيجعل قدمه اليمنى المنصوبة إلى جهة القبلة مائلة أطراف أصابعها بثني، فيجلس ناصبا قدمه اليمنى وأصابعها مثنية نحو القبلة، ويجعل رجله اليسرى مفروشة ويقعد عليها. هذه تسمى جلسة الافتراش لأنه فرش رجله اليسرى فجلس عليها، أو جعل رجله اليسرى فراشا يجلس عليها فسميت بالافتراش. الجلسة الثانية التورك، ومن الاسم مأخوذة من ورك الإنسان، ولكل منا وركان، أيمن وأيسر، وهو أعلى الفخذ، فإما أن يجلس على وركه الأيسر على الأرض مباشرة فيسمى توركا لأنه أفضى بوركه إلى الأرض ولم يجلس على قدمه، وعندئذ يجعل رجله اليسرى خارجة من جانبه الأيمن بإحدى الصفات الواردة الآن في كلام المصنف رحمه الله. فإذا جلس على وركه على الأرض فهي جلسة التورك، وإذا فرش رجله اليسرى وجلس عليها فهي جلسة الافتراش. كلتا الصفتين ثابتتان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة، وأخذ بها الفقهاء رحمهم الله، لكنهم اختلفوا في الجلسات التي يستعملها في الصلاة. فمن الفقهاء من قال يجلس مفترشا في كل الجلسات بين السجدتين والتشهد الأول والتشهد الأخير، وهي طريقة الحنفية. ومنهم من قال يجلس متوركا في كل الجلسات التشهد الأول والأخير، وهي طريقة المالكية. ومنهم من قال إن كانت بين السجدتين أو للتشهد الأول يجلس مفترشا، وإذا كانت جلسة أخيرة يجلس متوركا، وهي طريقة الشافعية والحنابلة مع اختلاف يسير. فالشافعية يقولون يتورك في كل جلوس أخير بعده السلام، والحنابلة يختلفون قليلا فيقولون نعم يتورك في كل جلوس أخير إذا كانت ثلاثية أو رباعية، فإن كانت ثنائية يفترش، جمعا بين الروايات وعملا بكل ما ثبت من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام المصنف الآن في هذا الفصل هو على جلسة التورك فحسب. كيف يتورك؟ طريقة التورك ثبتت بها الروايات بأكثر من صفة، سيذكرها المصنف رحمه الله على أنها ثلاث هيئات كلها تسمى توركا، فبأيها جلس فقد أصاب السنة، لأنها ثبتت في روايات صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في أول هذه الصفات الثلاثة: كان إذا جلس في التشهد الأخير جلس متوركا، ثم بين ما معنى متوركا، قال: فكان يفضي بوركه إلى الأرض ويخرج قدميه، يعني اليمنى واليسرى، من ناحية واحدة، من اليمنى أو اليسرى، يخرج قدميه من ناحية واحدة، أي ناحية؟ اليمنى. يخرج قدميه كلتيهما من الناحية اليمنى ويفضي بوركه الأيسر على الأرض، فتكون قدماه الثنتان خارجتين من الجهة اليمنى. نعم، فهذا قال: فهذا أحد الوجوه الثلاثة التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم في التورك، ذكرها أبو داود في حديث أبي حميد من طريق عبد الله بن لهيعة، وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه هذه الصفة في حديث أبي حميد من غير طريق ابن لهيعة، وقد تقدم حديثه. طيب، ها هنا مسائل: أولها أن هذه الصفة التي ذكرها ثبتت في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وتقدم يا كرام مرارا أن حديث أبي حميد عند الفقهاء حديث عظيم في صفة الصلاة، وسبب ذلك أنه اجتمع مع نفر من الصحابة جلهم من الأنصار إن لم يكن كلهم،
من الصحابة الذين اجتمعوا أبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبو قتادة رضي الله عن الجميع، في بعض الروايات أنهم كانوا 10، فلما اجتمعوا تذاكروا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا: كيف؟ ما كنت أكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة، كيف تزعم أنك أعلم واحد منا بصفة الصلاة ولست الأقدم فينا صحبة ولا الأكثر متابعة أو مرافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قالوا: فاعرض، يعني هيا اشرح وبين لنا صفة الصلاة. فوصف رضي الله عنه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصفها وانتهى قالوا: صدقت. فلهذا أصبح هذا الحديث عند الفقهاء حديثا عظيما، لأنه ليس من رواية أبي حميد فحسب، جعلوا هذا الحديث بمثابة رواية 10 من الصحابة، لأن كل واحد منهم موافق ومقر لما ذكر أبو حميد رضي الله عنه في صفة الصلاة. فلك أن تقول إن الصفة التي حكاها أبو حميد حكاها أيضا أبو سلمة، وحكاها محمد بن مسلمة وسهل بن سعد، وحكاها أبو قتادة، وحكاها كل من كان جالسا في ذلك المجلس، فقد أقروا الصفة التي ذكرها أبو حميد رضي الله عنهم جميعا. وأمر آخر في هذا الحديث أن طرقه كثيرة ورواياته متعددة، وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من هذا الحديث بعض طرقه، ولتعدد طرق الحديث تتفاوت الفوائد المستنبطة من ألفاظه، ومن طرقه ما هو صحيح متفق على صحته كما في الصحيحين، ومن طرقه ما هو دون ذلك مما أخرجه الأئمة وأصحاب السنن كأبي داود والترمذي وغيرهما، أو بعض أصحاب الصحيح كابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغيرهم رحم الله الجميع. انظر الآن إلى هذه الصفة التي ذكرها في التورك. قال المصنف رحمه الله: هذه أحد الوجوه الثلاثة التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم في التورك، ذكرها أبو داود، يعني هذه اللفظة أو الرواية ليست في الصحيح. أما الصفة الثانية الآتي ذكرها فهي عند البخاري وسيأتي ذكرها بعد قليل. هذه عند أبي داود، قال: من طريق عبد الله بن لهيعة رحمه الله، وإنما نص على ذكره لأن ابن لهيعة عند المحدثين سيء الحفظ إن لم يتابع، وإذا كان في بعض رواياته فيها ضعف فإنها لا يحكم عليها بالصحة، ولهذا عقب بها. فماذا قال؟ قال: وقد ذكر أبو حاتم، يعني ابن حبان، في صحيح هذه الصفة في حديث أبي حميد من غير طريق ابن لهيعة. إلى ماذا يشير؟ يشير إلى أن ابن لهيعة لم يتفرد في روايته للحديث بهذه الصفة، إذ لو تفرد لكانت روايته ضعيفة. يشير إلى تقوية السند بذكره، أي هذه الصفة في الحديث، من طريق أخرى عند ابن حبان في حديث أبي حميد رضي الله عنه من غير الطريق التي ذكرها أبو داود عن ابن لهيعة، فيتقوى إسناد الحديث. هذه الصفة التي ذكرها لفظها قال: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم. إيش يعني التي فيها التسليم؟ الجلسة الأخيرة، التشهد الأخير. أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. ما معنى أخر رجله اليسرى؟ ليس من التقديم والتأخير أمام وخلف، لا، أخر يعني أبعدها فلم يجلس عليها، فلم يجلس عليها لأن الافتراش، لأنه ذكر قبلها جلسة التشهد الأول وذكر الافتراش، افتراش اليسرى، فلما جاء في التورك قال: أخر رجله اليسرى، يعني أبعدها نحاها فلم يجلس عليها. إذن على ماذا جلس؟ قال: وقعد متوركا على شقه الأيسر صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الثاني ذكره البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد أيضا أنه قال: وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته.
فهذا موافق للأول في الجلوس على الورك، وفيه زيادة وصف في هيئة القدمين لم تتعرض الرواية الأولى لها. نعم، الرواية الأولى غاية ما فيها أنه نحى رجله اليسرى وقعد متوركا على وركه الأيسر أو شقه الأيسر. الرواية الوجه الثاني أو الصفة الثانية قال قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى، فوصف وضع القدمين كيف تكونان، ثم قال وقعد على مقعدته. واللفظ عند البخاري رحمه الله في الصحيح قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى. إيش يعني في الركعتين؟ التشهد الأول. قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، ثم قال وإذا جلس في الركعة الآخرة، يعني ليست الركعة الثانية، الثالثة أو الرابعة، قال وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى يعني اليمنى وقعد على مقعدته. إذن هاتان الصفتان متقاربتان، وقد جمع منهما الفقهاء صفتين ليس فيهما فرق إلا في وضع القدم اليمنى. الصفتان متفقتان على أنه يتورك فيجلس على شقه الأيسر، والصفتان متفقتان على أنه يخرج رجله اليسرى من الناحية اليمنى، والاختلاف بين هاتين الصفتين في شيء واحد في القدم اليمنى. إحدى الصفتين تقول تبقى اليمنى منصوبة مثنية أصابعها كجلسة الافتراش، فتكون اليسرى وحدها خارجة من تحت الساق اليمنى ممدودة جهة اليمين، والصفة الأخرى تجعل القدمين كلتيهما مثنية نحو اليمين، حتى القدم اليمنى لا تكون منتصبة، فتكون القدمان كلتاهما متجهتان نحو اليمين على هيئة الافتراش لكنه لا يجلس عليها، فيخرج رجله اليمنى من الناحية اليمنى واليسرى من تحت ساقه اليمنى كذلك، وكلتا القدمين متجهتان نحو يمين المصلي ويجلس على شقه الأيسر. فهاتان صفتان فيهما اتفاق في جل الوصف في الهيئة، والاختلاف فقط هو في هيئة القدم اليمنى، فإن انتصبت فهي إحدى الصفتين، وإن أمالها نحو اليمين كانت الصفة الأخرى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الوجه الثالث ما ذكره مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى، وهذه هي الصفة التي اختارها أبو القاسم الخرقي في مختصره، وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليسرى من جانبه وفي نصب اليمنى، فلعله كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا أظهر، ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة. طيب، الوجه الثالث هي رواية الإمام مسلم لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وهذه الصفة مختلفة عن الصفتين الأوليين، أيضا فيها تورك على الشق الأيسر، ولهذا سمي تورك بصفاته المختلفة، لكن الفرق أنه يجعل رجله اليسرى خارجة بين فخذه وساقه اليمنى، فإنه إذا جلس في التشهد كما قلنا فإنه يجلس على الأرض، أما رجله اليمنى فتكون كما هي، فيجعل رجله اليسرى بين ساقه اليمنى وفخذه فيخرجها من الجانب الأيمن، لكنه يجلس على ساقه وبين الساق والفخذ تكون القدم اليسرى بينهما خارجة من بينهما لا من تحت الساق. هذه الصفة وردت في حديث عبد الله بن الزبير عند الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى، قال وهي التي اختارها الإمام الخرقي صاحب المختصر في فقه الحنابلة، والذي شرحه الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني، ثم قال وهذه الصفة مخالفة للصفتين الأوليين في إخراج اليسرى من جانبه وفي نصب اليمنى، ثم قال فلعله كان يفعل هذا تارة وهذا تارة. والحديث الذي ذكره عن الإمام مسلم رحمه الله في إخراج رجله اليسرى بين فخذه وساقه اليمنى، قال لعله كان يفعل هذا تارة وهذا تارة،
ثم قال: وهذا أظهر في الجمع بين حديث ابن الزبير وحديث أبي حميد الساعدي. قال: ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة، يعني يجعل حديث ابن الزبير رضي الله عنه غير مخالف لحديث أبي حميد، وتكون الرجل اليسرى خارجة من تحت الساق اليمنى أيضا وليست بين الساق والفخذ، فكيف يفعل؟ قال: يحمل هذا على اختلاف الرواة في التعبير عن الوصف الذي تخرج به الرجل اليسرى من الجهة اليمنى، وهو الذي رجحه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، من أن هذه السنة بتطبيقها وهي إظهار أصابع القدم اليسرى فيما بين الفخذ والساق وبطنهما مما يلي الفخذ. قال: هذا رواه أبو داود بسنده عن عبد الواحد بن زياد، وساق السند فقال: كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه، وفرش قدمه اليمنى. والحديث بسنده عند الإمام مسلم سواء، غير أن الحديث عند الإمام مسلم قال: بين ساقه وفخذه. قال الشيخ رحمه الله: فتكون البينية في رواية مسلم بمعنى التحتية، فإذا قال بين فخذه وساقه فليس المعنى أن تكون متوسطة بينهما بل تحتها، هذا من أجل الجمع بين الروايات، وهو ما يحمل عليه كلام المصنف بقوله: يحتمل أن يكون من اختلاف الرواة. الخلاصة إذن: التورك أن يجلس بوركه على الأرض من الشق الأيسر، ويخرج رجله اليسرى من الجهة اليمنى، إما من تحت الساق والفخذ وتكون اليمنى منصوبة، أو تكون اليمنى أيضا ممالة نحو الجهة اليمنى، وتكون أيضا كلتا القدمين مفترشتان من الجانب الأيمن ويقعد على الأرض مباشرة، أو أن تكون الصفة كما في حديث ابن الزبير والمصنف رحمه الله جعلها محتملة لأن تكون صفة مستقلة، فتقول: يعمل بهذا تارة وبهذا تارة، ويحتمل أن تكون من اختلاف الرواة، وكل ذلك مما ذكره أهل العلم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم هذا التورك إلا في التشهد الذي يلي السلام. ثم قال الإمام أحمد ومن وافقه: هذا مخصوص بالصلاة التي فيها تشهدان، وهذا التورك فيها جعل فرقا بين الجلوس في التشهد الأول الذي يسن تخفيفه ويكون الجالس فيه متهيئا للقيام، وبين الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مطمئنا. نعم، هذا اختلاف المذاهب كما أسلفت في صدر المجلس، فإن العلماء رحمهم الله لما نظروا إلى أحاديث صفة جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وجدوها على هيئتين، إما افتراش وإما تورك. فمن أهل العلم كالحنابلة من ذهب إلى أن التورك يكون في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان، يعني ثلاثية أو رباعية، يكون التورك في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان. أما إن كانت الصلاة بتشهد واحد كالفجر والسنن التي تصلى مثنى مثنى فإنه يجلس مفترشا. وذهب الشافعية إلى أن التورك مستحب في الجلوس الأخير من الصلوات كلها، سواء كانت بتشهدين أو بتشهد واحد، فاختلف المذهبان فقط في الصلاة الثنائية، هل يجلس مفترشا كما تقول الحنابلة أو يجلس متوركا كما تقول الشافعية. أما المالكية فاختاروا التورك في كله، والحنفية اختاروا الافتراش في كله، وهو أخذ بما جاءت به السنة عند الكل على تفاوت بينهم في الأخذ والجمع بين الروايات الواردة في هذا. هنا قال المصنف رحمه الله مبينا طريقة الإمام أحمد، قال: هذا التورك مخصوص بالصلاة التي فيها تشهدان، فيجعل هذا في التشهد الأخير. قال: وهذا التورك في الصلاة التي فيها تشهدان تكون فائدته التفريق بينه وبين الجلوس في التشهد الأول، لأن جلوس التشهد الأول أي جلوس؟ الافتراش. قال: وهو يسن تخفيفه، ويكون الجالس في التشهد الأول متهيئا للقيام إلى أين؟ إلى الركعة الثالثة. فالذي يتهيأ للقيام ما الأنسب له، الافتراش أو التورك؟
الافتراش هو الذي يعينه إلى القيام بخلاف التورك، فإن القيام من التورك يحتاج إلى أن يعتمد في نهوضه على الأرض ليقوم فيعتدل في جلسته ثم يتهيأ للنهوض، بخلاف المفترش رجله فإنه يقوم مباشرة. يعني كأنه يقول هذه حكمة للتفريق بين جلوس التورك في آخر الصلاة والافتراش الذي يكون في أثناء الصلاة ولم تكتمل ولها قيام وإكمال. ولها حكمة أخرى قال: وأيضا فتكون هيئة الجلوسين فارقة بين التشهدين. قال: وأيضا فتكون هيئة الجلوسين فارقة بين التشهدين مذكرة للمصلي حاله فيهما. فمن جلس مفترشا لن ينسى أنه ما زال في الصلاة وسيقوم إلى ثالثة، ومن جلس متوركا كانت هيئته دالة على أنه في آخر أركان الصلاة ومقبل على الخروج منها بالتسليم، فهذا أيضا مما يعين المصلي على تذكر حاله في الصلاة وفي أي ركعة هو. والمأموم أيضا إذا رأى إمامه جالسا متوركا بهذا التفريق يعلم أنه في الركعة الأخيرة، وإن رآه جالسا مفترشا يعني مسبوق دخل المسجد والإمام في صلاة المغرب، فإن رآه مفترشا فهو في أي ركعة؟ في الثانية، وإن رآه متوركا فهو في الثالثة، وهكذا. قال: فهذا أيضا يكون فارقا بين التشهدين مذكرا للمصلي بحاله فيهما. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه صلى الله عليه وسلم في الجلسة في التشهد الثاني، فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وأنه كان يجلس مفترشا، ثم قال: وإذا جلس في الركعة الأخيرة، وفي لفظ: فإذا جلس في الركعة الرابعة. وأما قوله هذا كما تقدم في جل طرق روايات أبي حميد رضي الله عنه أنه فرق في وصف الجلوس بين الجلستين التشهد الأول والأخير، وهذا في عدة ألفاظ، منها ما تقدم ذكره قبل قليل لما قال رضي الله عنه: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم، ففرق بين الجلوس الأخير وغيره. وأيضا فإن من رواياته رضي الله عنه لما قال، فإنه لما ذكر وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد، ثم لما ذكر الركعتين قال في آخر ذلك: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم، وفي رواية قال: حتى إذا جلس في الركعة الرابعة. فأبو حميد رضي الله عنه في وصف الصلاة كان يتعمد التفريق بين جلسة التشهد الأول وجلسة التشهد الأخير، كأنه يقول هذا مما يعضد ويؤكد أن التفريق في الجلستين تورّكا وافتراشا مما دلت عليه السنة بين جلوسه عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية التي تكون آخر صلاته أو إذا كان ثالثة أو رابعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما قوله في بعض ألفاظه حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه متوركا، فهذا قد لفظ أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أصحاب السنن، وعند بعض أصحاب الصحيح كابن خزيمة وابن حبان وعند البيهقي أيضا. هذا اللفظ من حديث أبي حميد جاء فيه: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه، بتثنية الرجلين. فالمصنف رحمه الله يريد أن يناقش هذه الرواية. نعم، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه متوركا، فهذا قد احتج به من يرى التورك يشرع في كل تشهد يليه السلام فيتورك في الثنائية، وهذا قول الشافعي. تقدم أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله الذي يقول إنه يفترش في أثناء الصلاة ويتورك في آخرها سواء كان بتشهد أو تشهدين، الاعتماد عليها في هذا المذهب على هذه الرواية. وتقدم قبل قليل أن روايات حديث أبي حميد رضي الله عنه كثيرة الطرق وقد تعددت في دواوين السنة،
ومنها ما هو متفق عليه كما أخرج الشيخان في الصحيحين، ومنها ما هو دون ذلك. منها مثلا هذه الرواية، ما وجه الشاهد؟ يقول حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم، وذكر التورك. طيب السجدة التي فيها التسليم ممكن تكون الركعة الثانية كالفجر، ويمكن أن تكون ركعة ثالثة كالمغرب أو رابعة كالظهر والعصر والعشاء، فجعل جلسة التورك في كل موضع يأتي بعده الخروج من الصلاة بالسلام. وهذا يدل في ظاهره على ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليس بصريح في الدلالة، بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي يلي السلام من الرباعية والثلاثية، فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه، ثم قال: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم جلس متوركا. فهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاني، والله أعلم. وجهان للجواب عن هذا الاستدلال بهذه الرواية. الوجه الأول ما ذكره المصنف رحمه الله، أن عموم لفظ الرواية حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم، وإن كان ظاهره يفهم منه أنه حتى لو كانت الركعة الثانية من الفجر والسنن وهي سجدة فيها التسليم وذكر فيها صفة التورك، لكن لا يساعد على هذا سياق الحديث. لما؟ لأن سياق الحديث ذكر الافتراش في الركعة الثانية قبل ذلك، فلما قال جاء هنا فقال إذا كانت السجدة التي فيها التسليم، فإنه لا يقصد إلا ما بعد الركعة الثانية، ولن تكون إلا ثلاثية أو رباعية. هذا جواب. والجواب الثاني أنه مقارنة لفظ هذه الرواية مع سائر الروايات التي جاء بها حديث أبي حميد رضي الله عنه تساعد على التفريق، وأن قوله السجدة التي فيها التسليم المراد بها فيما زاد على الصلاة الثنائية، لأنه فرق بين الجلوسين. ومنها مثلا من الألفاظ: أخر رجله اليسرى إذا كان في آخر إذا جلس في الركعة الأخيرة أو في الركعة الرابعة، وفي بعض الألفاظ الركعة الآخرة، فإنه نص في مسألة التفريق بين الصلاة الثنائية وغيرها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وضم أصابعه الثلاثة ونصب السبابة. طيب، الآن هو جلس للتشهد، وتقدم أنه يجلس متوركا في التشهد الأخير. نأتي الآن إلى صفة وضع اليدين على الفخذين في هذا التشهد، وقد تقدم في أحد مجالس شهر رمضان المنصرم كلام المصنف رحمه الله على صفة هذا الجلوس ووضع اليدين في الجلسة في التشهد الأول وبين السجدتين أيضا. الكلام هنا على هذا الجلوس في التشهد الأخير، كيف تفعل بيديك؟ قال: يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى أيضا على فخذه اليسرى، تكون موضوعة كذلك. الكلام على الكف اليمنى وكيف يفعل بأصابعها. قال: ضم أصابعه الثلاثة، الخنصر والبنصر والوسطى. قال: ونصب السبابة، يعني لا يثنيها مع الثلاثة، يثني الثلاثة فقط وينصب السبابة. قال: وفي لفظ قبض أصابعه الثلاث ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. هذه أول الصفات لكيفية قبض الأصابع في التشهد، أن يضم أصابعه الثلاثة، الخنصر والبنصر والوسطى، وينصب السبابة. وجاء في بعض الألفاظ كما تقدم في ذلك المجلس أن وضع السبابة يكون منتصبا مثنيا مائلا، فلا هي منقبضة ولا هي منتصبة إلى أعلى، بل فيها انثناء وميل ما. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي لفظ وقبض أصابعه الثلاث ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ذكره مسلم عن ابن عمر. وقال وائل بن حجر: جعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها،
وهو في السنن. هذه الصفة الثانية للأصابع في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال قبض ثنتين من أصابعه، أي ثنتين؟ الخنصر والبنصر. قال وحلق حلقة، يعني بالإبهام والوسطى، حلق حلقة، فتكون هذه الصفة الثانية. الفرق فيها فقط في الإصبع الوسطى، في الصفة الأولى تكون مقبوضة مع الخنصر والبنصر، في الصفة الثانية يحلق بها مع الإبهام حلقة. ثم رفع إصبعه قال فرأيته يحركها يدعو بها، يحرك السبابة. وتقدم أيضا في ذلك المجلس الإشارة إلى أن لفظة يحركها شاذة، وإنما الثابت في كل الروايات المحفوظة في حديث وائل بن حجر هذا رضي الله عنه قال فرأيته يدعو بها من غير النص على التحريك. ولهذا اختلفوا هل يحركها مرارا أو يحركها مرة أو في كل لفظة دعاء، على تفصيل يذكره الفقهاء مما تدل عليه روايات الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم وعقد 53. مما يدل على هذه الصفة التي فيها التحليق حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال وعقد 53. عقد العدد بأصابع اليد طريقة قديمة عند العرب يستعملونها، كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله اصطلاح للعرب تواضعوه بينهم ليستغنوا به عن التلفظ، وكان أكثر استعمالهم له عند المساومة في البيع، فيضع أحدهما يده في يد الآخر فيفهم المراد من غير تلفظ لقصد ستر ذلك عن غيرهما ممن يحضرهما. مجلس سوق في مجلس بيع في السوق، فيأتي المشتري عند البائع يساومه على السلعة، يبيع عسلا أو سمنا أو لبنا أو شاة أو لحما، فيريد أن يساومه ليتفق من غير أن يسمع الآخرين، فما يقول بعني بمئة أو بعشرة أو بخمسين، يأخذ يده في يد صاحبه فيعقد بأصابعه ما يفهم به الرقم الذي يريد، ولهم في ذلك اصطلاح تواضعوا عليه، فيسمى هذا بعقد العدد بالأصابع. فالتعبير عن الواحد هكذا يثني الخنصر، والاثنين هكذا البنصر، والثلاثة هكذا، والأربعة لا ليست معها، الأربعة يرفع الخنصر فيبقى الثنتين مثنية، وهكذا. فيجعلون لكل عدد طريقة في قبض الأصابع، فلهم اصطلاح في الآحاد، ولهم اصطلاح في العشرات، ولهم اصطلاح في المئات. فإذا قبض أصابعه بطريقة فهم أنها 135، أنها 220، كل ذلك بأصابع الكف، ولهم فيها طريقة معلومة. الخمسون مثلا طريقتها أن يثني إبهامه في أصل السبابة، وقيل في الوسطى، فإذا قلت 53 قلنا هذه 3، والخمسون هي أن يجعل إبهامه إما على أن يجعل إبهامه إما على الوسطى أو في أصل السبابة، فهكذا 53. فلخص الصحابي وصف القبض فقال عقد 53، وهم يفهمون كيف يعني 53، لكن لأنه غاب عنا هذا الاصطلاح احتجنا إلى تصويره باليد أو رسمه ليفهم القارئ للحديث ما المقصود بثلاث وخمسين. قيل هذه طريقة عند العرب، قيل وقيل مأخوذة من أقباط مصر فإنهم كانوا يستعملونها، وعلى كل حال فهي طريقة قديمة في التعبير عن العدد بعقد الأصابع. ثم تطور الأمر وأصبح هذا الاصطلاح يعني دخلت عليه تطويرات وتحسينات في التعبير عن الأصابع، فربما وجدت بعض الشراح يصف هذه الأرقام بطريقة تتفق في بعضها وتختلف في بعضها. وعلى كل حال فالمقصود بالحديث هنا بعقد 53 ضم الخنصر والبنصر مع الوسطى، وهي الصفة الأولى التي تقدمت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أما الإبهام فإما أن يجعل في أصل السبابة لأن هذا هو الخمسون، أو يجعلها مثنية على الإبهام فيحرك السبابة وحدها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذه الروايات كلها واحدة، فإن من قال قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة، ومن قال
وقبض ثنتين من أصابعه، أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر، بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى. وقد صرح بذلك من قال: وعقد 53، فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر. تكون مضمومة يعني مثنية مع الإبهام، ولا تكون مقبوضة مع البنصر. يريد أن يقول رحمه الله إن من الفقهاء من ذهب إلى أنها صفة واحدة، قبض الخنصر والبنصر، والوسطى كذلك لن تكون. من قال قبض أصابعه الثلاث، أراد أن الوسطى لم تكن مضمومة، لم تكن منشورة مرفوعة كالسبابة، بل كانت مثنية، فعبر عن هذا الثني بالضم، لكنه ليس الضم الذي يشبه الخنصر والبنصر. فعلى هذا التأويل تجمع بين الروايتين بأنهما صفة واحدة، قبض الخنصر والبنصر وثني الإبهام مع الوسطى، أو تقول ثني الوسطى بطريقة أقل من الخنصر والبنصر، فإذا وجعل الإبهام عليها كان التحليق الذي عبر عنه ابن عمر رضي الله عنهما تارة بالتحليق وتارة بعقد 53. والأمر في هذا فيه سعة، فلو قبض الخنصر والبنصر وجعل الوسطى كذلك مضمومة والإبهام فوقها، أو حلق بالإبهام والوسطى، الصفتان متقاربتان. ولأجل صحة الروايات بذلك كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أن الأخذ بهذا أو بذاك عمل مأثور متبع عن الهادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا في ذلك فائدة كبرى يا كرام، أن صفة الصلاة إنما نتعلمها ممن قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. من أجل ذلك تتابع الفقهاء رضي الله عنهم ورحمهم وسلك بنا سبيلهم، تتابعوا على الأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم في كل ما وصفوا به صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى هذا الوصف الدقيق في اليد والكف والأصابع رصد ووصف وحفظ وروي، ثم عكف الفقهاء على دراسته واستنباط الصفات الواردة فيه، فهل هي صفات واحدة أو متعددة؟ فإذا كانت متعددة هو الاختلاف في التعبير عنها مع اختلاف الحقائق، أم الحقيقة واحدة والهيئة واحدة فقط اختلاف ألفاظ؟ هذه الدقة يا كرام تعلمنا فائدة كبرى كما قلت، أننا إذا جئنا للصلاة والوقوف بين يدي ربنا فلنصلي كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. يا كرام يا كرام، لما كنا أطفالا صغارا وعلمنا آباؤنا وأمهاتنا رحمهم الله ورفع أقدارهم وغفر لهم وجزاهم عنا خير الجزاء، وكذلك معلمون وأساتذتنا لما علمونا صفة الصلاة، عقولنا آنذاك ما كانت تستوعب التفاصيل الدقيقة، فكنا نكتفي بالوصف المجمل، تقف هكذا وتركع هكذا وترفع وتقول كذا وكذا. لكن لا يحسن بالمرء وقد كبر وبلغ وعقل وتعلم وفهم أن يكتفي في صفة الصلاة بما تعلمه صغيرا، فترى في هيئة صلاته تفويتا كثيرا لكثير من السنن. ومرد ذلك أنه ظل يصلي على الصفة التي علموها إياها لما كان صغيرا، لكنه يحتاج إلى تعلم. لن نقول كان تقصيرا من آبائنا أو أمهاتنا وأساتذتنا وشيوخنا رحمهم الله وغفر لهم، لا، بل كان تعليما بما تسعه عقولنا آنذاك، فما كانت عقولنا تستوعب كيف تفعل بالخنصر والبنصر والسبابة والإبهام، كيف تفعل في الافتراش والتورك. لكن لا يحسن بالمرء وقد كبر وتعلم وفهم وبوسعه أن يتعلم السنن إلا أن يكون أكثر حرصاً وتحريا ودقة. أما رأيت إلى الصحابة كيف يصف أحدهم؟ يصف لك بدقة وتفصيل، قبض أصابعه الثلاث ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويقول في حديث جعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبع. يا رجل، وصف دقيق كأنك تراه صورة متحركة أمامك. ما الذي حملهم على هذا الحرص والتفصيل الدقيق في الرواية؟ أنهم تنشأوا على صلوا كما رأيتموني أصلي، فصار أحدهم يرقب صلاته صلى الله عليه وسلم ليرصد أدق التفاصيل. أما سمعت البراء رضي الله عنه يقول: رمقت الصلاة مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم. تدري كيف يعني رمق الصلاة؟ يعني جعل يرصدها بدقة وتحر بالغ. فإذا ذكر لك شيئا فثق تماما أنه تابعه بعناية، ليس مرة ولا مرتين بل مرات حتى وقف على ذلك. كانوا يعلمون قراءته من اضطراب لحيته، والصلاة سرية ما يسمعون ماذا يقرأ، لكن بتحرك لحيته وتحريك فك فمه عرفوا أنه كان يقرأ. وإذا غاب عنهم شيء من أمر الصلاة جاءوا فسألوا: أما سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ حتى الذي ما يسمعونه يأتون فيسألون عنه. فعلمه دعاء الاستفتاح عليه الصلاة والسلام. هذا الحرص الكبير والوصف الدقيق يعلمنا شيئا آخر، أن صفة الصلاة ينبغي أن نتعلمها بتفصيل دقيق. والسنن محفوظة والآثار مروية، والفقهاء رحم الله الجميع ما تركوا شيئا إلا بتفصيل دقيق. فلنقبل على تعلم هذه السنن وعلى دراستها وعلى تطبيقها في الصلاة. يعني تعلمنا صفة الافتراش والتورك، إذن في الصلاة أنت إما أن تفترش وإما أن تتورك، وأشرت لك إلى مآخذ الفقهاء ومذاهبهم في الجملة. ما عذرك إذا جلست في الصلاة في التشهد بين السجدتين، التشهد الأول الأخير، ثم أنت لا مفترش ولا متورك، لا هذا ولا ذاك؟ وهي صفة تعود عليها بعض من صلى، يجعل اليمنى على اليسرى فيقعد فوقهما، يفرش الثنتين يمينا ويسارا ثم يفضي بوركيه إلى الأرض، لا هذا ولا ذاك، فلا هو مفترش ولا هو متورك، صفة ألفها تعود عليها وظل يصلي بها. كذلك في وضع يده في التشهد قد تفوته كثير من السنن. فإذا أدركنا القاعدة الأولى صلوا كما رأيتموني أصلي، أننا إذا جئنا للصلاة لا نصلي باجتهادنا، بل علينا أن نحرص على أن نتعلم صلاته عليه الصلاة والسلام. وإذا تعلمنا الأمر الثاني، كيف حرص الصحابة رضي الله عنهم على هذا التتبع، الوصف، الدقة، الرواية، ثم ها هي ذي رواية حديث أبي حميد وحده، ألفاظ متعددة وروايات كثيرة في دواوين السنة احتفى بها العلماء وأقبل عليها الرواة حفظا ورواية وتدوينا. ثم ماذا؟ نتجاوز كل ذلك لأجل ألا نلقي له بالا، ثم نصلي على الصفة التي تعلمناها لما كنا أبناء 5 سنين و7 سنين و8 سنين، وهي صلاتنا ما زلنا نصليها حتى شابت لحانا. المسلم في الشأن العظيم في حياته يعطي من جهده ووقته ما يليق بعظمة هذا الأمر في حياته، ولا أظن أن في حياة المسلم شأنا أعظم من صلاته التي افترض الله عز وجل عليه أداءها. هذا شأن عظيم، فتستحق الصلاة أن نجعل لها من جهدنا ووقتنا في التعلم والبحث وتعليم السنن وتطبيقها ما يليق بعظمتها في حياتنا. ثم هي همسة في آذان الآباء والأمهات، حرصنا على تعليم صغارنا وحتى المعلمين والمعلمات، حرصنا على تعليم فتياننا وفتياتنا ناشئتنا وأجيالنا لصفة الصلاة ينبغي أن يكون مصحوبا في أن نزرع في نفوسهم تعظيم شأنها وحبها كما كان يحبها الحبيب عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ليست محبوبة فقط، لا، هي أعلى درجات المحبة، قرة العين. وإذا أدركنا ذلك وزرعنا في نفوسهم حب الصلاة وتعظيم الصلاة، علمناهم أن وقوف أحدهم في الصف للصلاة وإتيانه للمسجد أو صلاته في البيت ينبغي أن يكون محفوفا بتعظيم وإجلال ومحبة، فينشأ ناشئهم على تعظيم هذه الفريضة وحبها وإجلالها. ومن تعظيمنا للصلاة أن نصليها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله من أعلى وأجلى وأجمل صور تعظيمنا للصلاة، أن نصليها كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا، إذ عقد 53 لا يلائم واحدة من الصفتين المذكورتين، فإن الخنصر لابد أن تركب البنصر في هذا العقد. وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد قديمة، وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر: تكون فيها الأصابع الثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطى، وحديثه:
وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب، والله أعلم. قال رحمه الله: إن بعض المتأخرين من الفقهاء وشراح الحديث استشكل رواية لفظ ابن عمر في حديث وضع اليد اليمنى عقد 53 أو 53، وقلنا إن 53 لأن 3 هكذا، فأما 50 فهي قبض الإبهام أو جعل الإبهام على أصل السبابة أو على ظهر الوسطى. يقول: الإشكال عند هؤلاء الشراح أن 3 عندهم ليست هكذا، بل تركيب الخنصر على البنصر. فيقول: كيف تكون الصفة هذه لا تكون فيها كما ورد في الحديث ولا تتفق مع بقية الروايات؟ قال رحمه الله: أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن 3 لها صفتان قديمة، وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر، فتكون 3 مضمومة مع وضع الإبهام على أصل السبابة أو على الوسطى، وحديثة التي تكون فيها الصفة التي استشكلها بعضهم، وهي أن الخنصر تركب البنصر في العقد، يعني في جعل 3 هكذا، فتكون فوقها. فيقول: عندئذ يزول الإشكال، وهي كما قلت لكم نوع من تطور استعمال الأصابع للتعبير عن العدد، مر بمراحل جعل فيها الصفة مختلفة عما ذكر في الرواية، وبه يزول الإشكال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها. يبسط ذراعه على الفخذ، فإذا جلس جعل ذراعه على فخذه، لا يجافيه، يعني لا يجعل ذراعه مثنية يمنة ويسرة، بل يجعل ذراعه على فخذه فلا يجافيها، فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه، فهو يجلس وهذا الفخذ، الركبة هنا والفخذ هنا، فإذا جعل الذراع على الفخذ كان نهاية حد المرفق عند نهاية فخذه. نعم. قال: فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه، وأما اليسرى فمبسوطة الأصابع على الفخذ اليسرى. أما اليسرى فلا يقبض شيئا من أصابعه، بل تكون أصابع كفه اليسرى مبسوطة مضمومة منفردة باتجاه القبلة. وذكر فيها أيضا صفتان في وضع اليد على الفخذ، فمنهم من قال على الفخذ، ومنهم من قال على الركبة، والأمر في هذا سعة، فإذا جعل كفه اليسرى على ركبته اليسرى أو جعلها مبسوطة فوق الفخذ إلى آخره مما يلي الركبة، فهو أيضا مما جاءت به الروايات، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه وفي ركوعه وفي سجوده وفي تشهده، ويستقبل أيضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده، وكان يقول في كل ركعتين التحية. طيب، أصابع اليدين والرجلين لها حظ في صلاتنا معشر المصلين. أما أصابع اليدين فنستقبل بهما القبلة في رفع اليدين، ورفع اليدين كما تقدم في تكبيرات الصلاة في 4 مواضع دلت عليها السنة: تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، تكبيرة الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، والرابعة عند القيام من التشهد الأول في الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة يكبر ويرفع يديه كذلك. الثلاثة المواضع الأولى متفق على صحتها من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، والرابعة لم تأتي في الحديث ذاته بل جاءت في حديث آخر، فمجموع المواضع 4. يستقبل بأصابعه القبلة، والاستقبال أن يجعلها هكذا متجهة إلى القبلة مضمومة منفردة، ليست منتشرة وليست مقبوضة مثنية ولا مائلة، بل يجعلها هكذا مبسوطة مضمومة غير منتشرة، ويستقبل بها القبلة. قال: في رفع يديه، يعني في تكبيرة الإحرام، وفي ركوعه وفي سجوده إذا سجد، أليست اليدان أيضا من الأعضاء 7؟ فإذا سجد ووضع كفيه عن جانبي وجهه كانت أيضا أصابع اليدين في السجود مستقبلة القبلة، ولهذا نبهنا على خطأ من يسجد فيقبض أصابعه ساجدا، هذا خطأ، أو يجعلها منحرفة فيجعلها يمنة ويسرى ويسجد هكذا، هو يضمها ويفردها ويستقبل بها القبلة. قال: وفي تشهده كما مضى قبل قليل، في التشهد أيضا إن قبض أصابع كفيه استقبل بها القبلة، وإن فردها كاليسرى استقبل بها القبلة، فهذا وضع أصابع اليدين. أما الرجلان فيستقبل بأصابع رجليه القبلة في سجوده، فإذا سجد فإن قدميه منصوبتان
ويثني أصابع رجليه باتجاه القبلة، ثم قال: وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني يقرأ التشهد وهو التحيات كما تقدم في المجلس السابق في كل ركعتين، بمعنى أنه لا توجد صلاة ثنائية ثلاثية رباعية إلا وفيها تشهد يبدأ به في الركعة الثانية، فإن كانت ثنائية فهو تشهد أول وأخير، وإن كانت ثلاثية فلا يقوم إلى الثالثة إلا بعد الجلوس للتشهد، وهذا معنى قوله وكان يقول في كل ركعتين. قال: وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة فسبعة مواطن: أحدها بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح، الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر والقنوت العارض في الصبح إن صح عنه ذلك فإن فيه نظرا. لما فرغ رحمه الله تعالى من ذكر التشهد وصفة الجلوس فيه وصيغ التشهد وما يتعلق أيضا بوضع اليدين فيه، لم يبق له بعد ذلك إلا أن ينتقل إلى آخر أركان الصلاة وهو الخروج منها بالتسليم. قبل ذلك تعرض لموضع فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدعاء بعد التشهد وقبل السلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل كذا وكذا، ثم قال: ثم ليختر من المسألة ما شاء، يعني يدعو المصلي بما أحب بعد الفراغ من التشهد وقبل السلام. هذا موضع دعاء يفرط فيه كثير من المصلين، وهو موضع عظيم، بل من أجل مواضع الدعاء أن تدعو في صلاتك وبعد فراغك منها قبل خروجك من الصلاة. فلما جاء إلى مسألة الدعاء أتى بفائدة، وهي طريقة لطيفة لابن القيم رحمه الله يفعلها في كثير من أبواب العبادات، أن يحصر المواضع التي تثبت فيها سنة ما. قال: المواضع التي يدعى فيها في الصلاة سبعة مواطن، نرجئها إلى مجلس الأسبوع المقبل إن شاء الله. وهذا كما صنع رحمه الله في الحج والمناسك، فإنه حصر مواضع الدعاء فيها أيضا، هذا لتقريب الفهم وضبط العلم وتحصيل المسائل على وجه أتم وأكمل. فموضع ابتداء مجلسنا القادم إن شاء الله في ذكر المواضع التي يدعو فيها المصلي في صلاته بما ثبت به الهدي النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون ذلك في مجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى. وبه تم مجلس اليوم، ولله الحمد والمنة، وما زال في ليلتنا هذه أيها المباركون متسع وفسحة للسباق في الاستكثار من الصلاة على الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكل من رجا أن يتقلب في أكناف الرحمة وصلوات ربه عليه، لكل من تمنى أن يعيش سعيدا وأن يموت حميدا، لكل من صدق في مجاورة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام والقرب منه غدا يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أكثركم صلاة علي أولاكم بي مجلسا يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فاستكثروا يا كرام من الصلاة والسلام عليه ليلتكم هذه وجمعتكم غدا، فإنها ليلة مباركة، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيها سنة مأثورة. قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، وتهيم روحي بالنبي محمد، وإليه شوقا كم يحن جناني، يشتاقه قلبي وعيني تشتهي لو أن تراه ولو لبضع ثواني، حبي له روح الفؤاد ونبضه، حبي له يسري بكل كياني، صلى عليك الله يا خير الورى يا رحمة تدعو إلى الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا إلهي بكثرة الصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حبا، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا غدا في زمرته، وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.